هو يمكن التطور لما دخل بدأنا نشوف الميكنة والحاجات الأسرع، فنرجع للحاجات اليدوي. أنا لسه ما قلتش على فكرة. فلما ترجع للحاجات الهاند ميد بتلاقيها بتاخد وقت أطول ومجهود أكبر، فبالتالي نلاقي سعرها أغلى. فالناس يعني بتحب تشوف الحاجات دي. لا أنا عايز حاجة في بيتي تكون معمولة مفيش زيها، مفيش قطعة زيها. دي حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية دي مساحة إبداعية كبيرة جدا. يعني هو بيقولك من أساس يعني علشان تبقي أو تعملي حاجة مبدعة بيبقى فيه أكتر من استراتيجية. استراتيجية منهم إنك تمزجي حاجتين قدام، حاجة قديمة بحاجة قديمة وتطلع مكانها حاجة جديدة. هما بدأوا يعملوا كده. يعملوا إيه؟ يعملوا إنه أدخل فكرة قصاصات ورق قديمة مع أساس قديم أو طبق قديم أو قطعة فخار أو طبق، طلعت لي حاجة تالتة جديدة خالص. أيوة زي نوع من أنواع الإبداع، زي شغل داليا التونسي اللي إحنا كنا بنشوف في التقرير مستعملها حاجات كتير جدا، كمان بتمشي دلوقتي مع بيوتنا، علشان أغلب الشباب دلوقتي بيوتهم مودرن، فممكن تحطها في أي كوان أو في أي حيطة كده. بتبقى لايقة على ماتش، عاملة ماتشنج مع أي حاجة، مع أي أساس في البيت. صح. فبقيتش الموضة زي زمان ان انت لازم تجيب نفس الالوان بنفس التابلوهات. لا, لا, لا. الناس بقت تجيب بيسز اصلا وبتسافر العالم وبتجيب الحاجات الفينتج والحاجات اللي فيها ديكوباج من بره. فليه لا، احنا في مصر هنا عندنا ناس شاطره جدا جدا بتعمل الموضوع ده وفنانين فيه ومبدعين جدا جدا. عايز اقول لك كمان انه انا لما بقعد في مطاعم، بقت المطاعم الجديده بجد في منها نوع الفينتج ده بيستخدموه في الديكورات. فتلاقي انه الحيطه مثلا عليها براويز قديمه، ستاره قديمه، كرسي ممكن يكون صاحب المكان هو اللي عامل كده، مختار حاجات من عنده، من عند بيت جدته، من بيت اهله، جايبها وحاططها في الديكوريشن بتاع المكان. فانت لما بتخشي بتحسي انت قاعده في بيتك او بيت جدتك، ما بتحسيش ان انت قاعده في مطعم بقى كله ترابيزات شبه بعض والنجفه بشكل معين. فمش بس كمان الاتجاه انه ده في بيوتنا، لا ده كمان بقى في المطاعم والمحلات، كل الديكورات الموجودة معظمها دلوقتي بقيت أشوفها كده. فالفكرة أنه دي حاجة من نوع الروح القديمة اللي بترجعك للقديم، ومش شرط تكوني موهوبة فيها أو أكسبرت خبيرة أن أنت تقدري تعملي حاجة للديكوباج. ممكن أنا واحدة ما بعرفش أرسم، جايبة برواز وممكن أعمله بأي مادة كده قديمة خشنة، وأصور ورق وأكتب عليها كوت بالإنجليش أو بالعربي وأعملها برواز شيك جدا وأحطها على الحيطة عندي في أوضة مثلا. فهي بسيطة جدا، مش محتاجة أي إمكانيات أو أي موهبة.